في سبتمبر سنة 2013 الناس صحيت على خبر غريب جداً، وهو إعلان وزير الزراعة وقتها الدكتور أيمن أبو حديد عن سرقة غرفة نوم الملك فاروق من داخل الاستراحة الملكية لحديقة حيوان الجيزة. بس الأغرب من واقعة السرقة هي عرض الأوضة بكامل محتوياتها للبيع في أمريكا. السرقة تمت إزاي؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هتعرفوا معانا دلوقتي في خمسة بالعربي. تفاصيل سرقة غرفة نوم الملك فاروق من داخل الاستراحة الملكية بحديقة حيوان الجيزة كانت غامضة بصورة كبيرة، بعد ما قال الوزير أيمن أبو حديد إنه اكتشفها بالصدفة خلال زيارة لي للحديقة، وإنه اكتشف إن الغرفة اتبدلت بواحدة تانية من عمر أفندي. أما بقى الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق فقال إن الوزارة ملهاش علاقة بمقتنيات الملك فاروق الموجودة بحديقة الحيوان، وإنها مش خاضعة لقانون حماية الآثار اللي بيشترط مرور 100 عام على القطع علشان تعتبر أثر، وإن سلطة الوزارة مقتصرة بس على المباني الخديوية اللي في الحديقة. الموضوع اتقفل ومحدش جاب سيرته تاني لحد سنة 2018، بعد ما طلع الإعلامي عمرو أديب في البرنامج بتاعه واتكلم عن مزاد في الولايات المتحدة لبيع الغرفة الملكية دي، ونشرت واحدة من الشركات الدعائية في نيو أورلينز لويزيانا بالولايات المتحدة مقطع فيديو بتعرض فيه غرفة نوم الملك فاروق للبيع مقابل مليون دولار أمريكي. جهات رقابية فتحت تحقيقات موسعة لمعرفة مصير الغرفة، وبلاغات كتير اتقدمت للنائب العام طلبت بمحاسبة المسؤولين عن سرقة الغرفة وتهريبها خارج مصر وعرضها للبيع في مزاد أمريكي من غير ما يكون فيها أي خدش. الاستراحة الملكية بحديقة حيوان الجيزة اتقفلت بشكل نهائي سنة 1986 بعد ما سابها وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق الدكتور ناجي شتلة، واللي كان بيقيم فيها هو وأسرته. أما أول وزير كان ساكن في الغرفة دي فكان الدكتور محمود داوود وزير الزراعة الأسبق، واللي أقام فيها من سنة 1978 حتى خروجه من الوزارة عام 1982 لوحده من غير أسرته اللي كانت بتحس بإزعاج من صوت الأسود والنمور. غرفة الملك فاروق اتصممت سنة 1870 على إيد مصمم الأثاث الفرنسي الشهير أنطوان كريجر، ومصنوعة من خشب المهوانجي ومطعمة بحليات من النحاس المشغول المطلي بالذهب. الغرفة مكونة من 7 قطع، كل قطعة فيها تحفة فنية مختلفة، وتعرضت للبيع بكامل محتوياتها من خشب وبلور ومزهريات وألواح زجاج وقطع رخام. واستخدم فيها أنطوان الطراز الإمبراطوري المستوحى من عصر نابليون بونابرت وزوجته جوزافين، وبعض المؤرخين أكدوا إنها منسوبة للخديوي إسماعيل، وإن علاقتها بالملك فاروق إنه آخر واحد استخدمها من أسرة محمد علي.